ليس هناك من شك أن علينا أن نقتنع كلية وتماما أن شباب اليوم عليهم مسؤولية إصلاح العالم العربي. جيلي أنا والجيل الذي تلانا ما عرفناش نعمل حاجة خالص، لأن إحنا لما كنا في سنكم كان عندنا حموة وكنا عندنا أهداف محددة ولازم نعملها للعالم العربي، كنا كلنا مؤمنين إن إحنا نستطيع أن نفعل ذلك. كان في ذلك الوقت عملنا منظمة الطلب العرب وكنا نشيطين للغاية، كنا بنعمل مؤتمرات زي بتاعتكم، وكنا بنعزم سفراء وأساتذة يتكلموا معانا وإحنا نتكلمهم ونكتب مقالات في نيويورك تايمز وفي كل شيء. وكان عندنا أربع أهداف محددة. الهدف الأول كان وحدة الدول العربية، الوحدة العربية. الهدف الثاني كان تحرير فلسطين. الهدف الثالث كان العدالة الاجتماعية في الوطن العربي. الهدف الرابع كان محو الأمية في العالم العربي. قلنا ده في إيدنا، كل دي ده حاجة بتاعتنا، ده لبلادنا ونقدر نعمل فيها اللي احنا عايزينه، ده 1 2 3 4. الخطأ الأساسي ان احنا اعتمدنا على المؤسسات انها تقوم بهذا العمل. هنعمل وحدة عربية ازاي؟ احنا عندنا الجامعة الدول العربية، رؤساء الدول العربية بيقعدوا مع بعض ويقولوا ان احنا لو فضلنا زينا كده ما يبقالناش قيمة، لما لو توحدنا وعملنا فيدريشن يبقى لنا قيمة ولنا بلوك، فيتوحدوا على طول يختاروا واحد فيهم ما بينهم يبقى رئيس الفيدريشن وتبقى عظمة، حاجة عظمة. والجامعة العربية بتجتمع، يا ريتها ما تجتمع، ده بيجتمعوا بيفضحونا. نمرة 2، هنحرر فلسطين. هنحرر فلسطين ازاي؟ الجيوش العربية. احنا عندنا في مصر كنا في ذلك الوقت عندنا الجيش المصري كان 350 ألف جندي، وفي العراق 250 ألف، وفي سوريا 200 ألف، وعندنا الجيوش العربية العظيمة دي. مثلا كنا بنقول تل أفيف ما تاخدش منها 3 أيام بهذه الجيوش العظيمة العربية، ودي والجيوش اللي عملت الثورات العربية المجيدة عسكرية. فاعتمدنا على المؤسسة العسكرية لتحرر فلسطين. بدل ما نعمل ايه؟ بدل ما نقول للعالم اخواننا اليهود في اوروبا اتبهدلوا وبعدين جم هنا علينا، كان في هنا ناس عايشين في البلد دي، العرب دول اللي كانوا ساكنين في الحته دي الفلسطينيين دول يتبهدلوا ليه؟ انتوا كلكم بتساعدوا اليهود عشان على العين والراس، تعالوا الحقونا، الحقوا الناس الفلسطينيين دول، تعالوا يا ضمير العالم، تعالوا شوف الفلسطينيين دول شكلهم ايه، تعالى حل المشكله دي، مش حلها عسكريا، حلها كده. العداله الاجتماعيه كانوا يقولوا ايه، ناخد الفلوس من الاغنياء ونوزعها على الفقراء. هم خدوا الفلوس من الاغنياء ووزعوها على نفسهم. فخرت. الاغنياء محو الاميه، محو الاميه ما عندنا وزارات عشان احنا قلنا وزارات التعليم كلها عندنا، ويبقى عمل لها تعمل محو اميه ونمحي الاميه في 3 4 سنين. ووزارات التعليم نفسها خيبه، وزارات التعليم ما تعرفش يعني ايه تعليم. في جميع الدول العربية اللي كانت فيها الثورات كلها خربانة. شوف الناس اللي بتخرجوا من الجامعات النهارده في العالم العربي خيبة. فوزارة إذا كانت الوزارات نفسها مش كويسة ازاي هتعتمد إن هم الوزارة هي اللي تعمل كذا؟ معنى ذلك إيه؟ إن احنا اعتمدنا على المؤسسات ونسينا الفرد. في نفس الوقت بقى لما الفرد يجي يقول حاجة نكممه. ازاي؟ أنا بقول لزمايلكم إن احنا لو أنت راجل اتخرجت في الهندسه وبعدين رحت اشتغلت في مصنع وبعدين شفت حاجه في المصنع بتتعمل، يعني انت قلت ممكن تصلحها، لو انت شفت حاجه في المصنع دي يعني عايز تصلحها تروح لرئيس العمل ولا رئيسك وتقول له يا فندم احنا بنعمل الحكايه دي بالشكل الفلاني، لو عملنا كذا يبقى احسن ولا ارخص ولا اسرع، مش هيبص عليك ويشجعك عشان انت جايب فكره جديده. اقول لك يا سيدي انت لسه طالع من البيضة، احنا لسه بنخرج السنه اللي فاتت، احنا بقالنا 20 سنه بنعمل الحكايه دي، روح شوف شغلك. ويجي مره ثانيه يقول له برضه روح شوف شغلك. هو خلاص اشوف شغلي واقعد هنا زي ما تحب. معناها ايه؟ ان انت بتقتل الفرد، بتقتل شعور الفرد بان هو ممكن يعمل حاجه. فده كل ده كان كله خطأ، وكله من البداية للنهاية كان لا يمكن يحصل فيه نمو العالم العربي على الإطلاق. كل الدول دي خابت عشان الوضع ده بالذات. فالوضع ده لازم يتغير تغيير جذري، وكل الثورات العربية اللي حصلت دلوقتي في تونس ومصر وليبيا واليمن
وسوريا هم دول الدول اللي عايزه تبتدي تعمل نهضه حقيقيه، وهم دول الدول اللي لازم تفتح المجال بتاعها للشباب ويقولوا زي ما يقولوا ويمسكوا الحكم ان شاء الله يا رب يلبخهم، ويخطئوا ويغلطهم هيتعلموا من الغلط ويعملوا كويس. ليه؟ لانهم هم دلوقتي عيب عندهم كرامه، عزه نفس، وعنده فكر، اتعلم حاجه لازم يطبقها، عمل حاجه بيعملها عشان البلد. الولاد الثورات، الولاد اللي بيعملوا الثوره في مصر يقول لك احنا اكتشفنا ان احنا بنحب مصر. اكتشفنا، لكن اكتشاف مش حاجه عنده، لا ده اكتشف انه بيحب مصر. ما دام بيحب مصر هيعمل لصالح مصر بس. فانت تسيبها لايد الشباب، والشباب هم اللي عليهم العاتق الكبير ده، انه اصلاح الخلل اللي حصل في الخمسين ستين اللي فاتوا دول في العالم العربي من اول لاخره. ولازم هم اللي يرفعوا من مستواهم ويرفعوا مستوى البلد، وهم دول اللي يعملوا وحدة عربية وهذا وكل اللي احنا كنا عايزين نعمله، هم اللي يعملوه، لانك انت بتدي لهم الفرصة انهم ينموا البلد بقواعدهم وفي فكرهم الجديد. انت شايف ازاي نقدر ننمي الفكر لدى الشباب والاجيال القادمة دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي بنبدأ مرحلة جديدة في العالم العربي، فعاوزين ننمي الافكار وننمي ونعلم، وحضرتك شايف الخطوات اللي لازم تؤدي لذلك هتكون ايه؟ احنا مفروض نبقى أمة اقرأ. اول كلمة في القرآن كانت اقرأ، معناها ايه؟ انك لازم تعلم نفسك، والتعليم ده مهم جدا. فالشباب اللي هو النهاردة عنده الثقة بنفسه وعنده الثورة دي يعني يعملها ويحميها، لابد انهم يعرفوا ان حاجة واحدة اساسية، مش هنتقدم الا اذا بقينا احسن من الغير. هنبقى احسن من الغير ازاي؟ زي ما كناش نعرف احسن منهم واكتر منهم واوسع منهم وادرك منهم، والا ما تنفعش. فلابد ان الشباب يشعر نفسه ان انا لازم ابقى كويس قوي نفسي، لازم اعرف كويس خالص عشان لما اتكلم عندي باك جراوند، عندي علم، وبتكلم ازاي لما اعمل حاجه اعملها كويس قوي، وابقى عارف يعني ايه كويس قوي. وبعدين لما اجي حاجه اعملها مش عارف، هتكلم زمايلي، اروح الانترنت، اعمل بلوج، اعمل كذا، اعمل كذا، لحد ما اتعرف على كل حاجه. في حاجه المفروض اعملها وانا مش عارف هي ايه، اعمل جوجل ات، اعمل كذا، اتعلم، اجمع من العلم والمعرفه. ليه؟ جمع اكبر كميه من العلم والمعرفه في اي فيلد من اي حاجه لاي سبب بيزيد من الثقه بالنفس. والثقه بالنفس دي هي اللي بتجيب احترام الناس، واحترام الناس هو اللي بيخلي برضه زياده في الثقه بالنفس، ويخلي الواحد يتعلم اكثر. انا فهمت دي امتى بقى بنفسي؟ انا لما جيت هنا واشتغلت في مشروع ابولو، شاركت مشروع ابولو. انا جاي من مصر، واحد شكلي متحبب زيك كده، وشعر اكتر وشعر اكتك، واكلت واتكلم انجليزي مهبب، وبعمل كذا، واسم غريب مش عارفين ينطقوه، فراك البيهيز وكذا كذا. دول زمايلي الجيولوجي المحترمين الامريكان دول اللي هم كانوا بيشتغلوا في البرنامج، وكانوا بيشتغلوا في البرنامج 7 سنين قبل ما نروح. دول هيكلموني ليه؟ هيبصوا لي حتى ليه؟ انا جاي حاجه عفشه خالص بالنسبه لهم، وحاجه غريبه. انا حتى هيكلموني ليه؟ يعني ادبا يمكن يكلمني، انما علما هياخد مني ايه؟ هو عارف كل حاجه ولا عارف؟ لو انا لما اجي اتكلم مش عارف اتكلم زي ما هو بيتكلم، وما ينفعش. فانا فاهم دي على طول، فقلت انا لازم اعرف على الاقل اكتر منهم، ويستحسن اكتر منهم قوي، عشان لما يتكلم ولا اقول حاجه اسمعوا، ولا هيردوا عليا ازاي؟ ليه؟ فانا اثرت ان انا اعمل كده، فبقيت اشتغل ضعف الشغل بتاعهم في الساعات، دي الساعات ضعف الساعات بتاعتهم، وما يهمنيش هسهر لحد الساعه كام ولا امتى، على الدوام في الشهور الاولى دي، يعني في 6 شهور الاولانيه من ما انا بقيت زميل معاهم غصب عنهم، هبقى في وسطهم، لحد ما فهمتها تمام وابتديت اتكلم وابتديت اقول لك كده. لما عرفوا ان انا بضيف الى المعرفه شيء ما، بدات الصحوبيه وبدات الكذا، وبداوا يكلموني في التليفون، يقول لي انت قلت لما قلت البتاع ده كان كلامنا مبني على ايه؟ اروح انا افكشف الورق بتاعي اللي كان مبني على، لو انت فتحت الصوره بتاعت روبرت النمره 84 وشفت على اللور رايت كورنر هتلاقي فيه كذا وكذا، هيقول لي اه شكرا بالتليفون من البدايه، وهكذا. والا كان هبقى انا هم هينافسوهم، هيختاروني ليه؟
ابقى انا السكرتير العام بتاع اللجنه بتاع اختيار مواقع الهبوط. فلازم لازم تثبت نفسك باثبات كبير قوي، معناها وتثبت هتثبت نفسك ايه، ولا هتثبت لك اهميه ايه فقط لا غير بالعلم والمعرفه. جمع اكبر كميه من العلم والمعرفه والنقاش معاكم بين بعضكم عشان ترفعوا من مستوى البعض. في حقيقه الامر البني ادم اللي عايز يعمل اي اضافه بيعملها ويقولها مش عشان نفسه ولا عشان يقوله ده هو فلان الفلان اللي عمل، ابدا. هو بيقول انا راجل مثلا جيولوجي وانا عندي ولاء لمهنتي، فانا لما اشوف حاجه من بتفيد الناس اللي انا بعزهم او اللي انا منهم لازم اقولها بغصب عني. سمعوا عظمة، ما سمعوش وانا ماليش دعوه، زعلوا ابقى زي بعض، عملوا ماليش دعوه، انا لازم استمر في الاضافه دي. الحاجات اللي انا عملت بدات فيها اتكلم مثلا على كنا عايزين نعمل مركز لدراسه الصحراء لان احنا ما عندناش حاجه كويسه على العرب، على مستوى العرب العربي كله كنا عايزين نعمل، لابد يكون عندنا بحث متميز للغايه لاستخدام الطاقه الشمسيه. احنا مين هم الناس هنا بيعملوا طاقه شمسيه؟ معنا ما يجي يشوف الطاقه الشمسيه عندنا نعمل فيها ايه، نعمل يبقى إيه؟ عندنا مراكز للابحاث بتاعه الامراض اللي موجوده حصريا في منطقتنا، يعني الحاجات اللي هي بتخصنا احنا لابد ان احنا يكون لنا فيها مراكز بحثيه كبيره. معظم الدول العربيه في قديم الزمن كانت تسمع وتتسم وتسكت. ليه؟ لان الغالبيه العظمى من رؤساء الدول العربيه ما يعرفوش يعني ايه علم، ما يعرفوش يعني ايه معرفه، وما يعرفوش قيمه العلم ايه في دعم الاقتصاد الوطني على الاطلاق. الغالبيه العظمى من رؤساء الدول العربيه عمره واحد فيهم قرا كتاب. فازاي انت هتقول ان هو لازم يبقى عنده فكره ان العلم والمعرفه دي حاجه كويسه وان احنا بتاع ده؟ فبيعملوا اللي بيتغصب عليهم، وبيعملوا الحاجات اللي هي الجرايد بتكتب عنها ويقول له روح عشان افتتح كذا وخلاص، وهو مش عارف اللي بتعمل ايه ولا يهمه. فلما يكون القائد المسيره ما يفهمش هيعمل على قد الأد، انما مش هيكون هو الرائد اللي بيجيب الايد الناس اللي بيعمل كذا، زي المأمون اللي يعمل بيت الحكمه، يبني حاجه كده اسمها بيت الحكمه، وهعمل في بيت الحكمه دي هجيب كل الكتب اللي موجوده كذا كذا، وبعدين هجمع كل الحاجات اللي اترجمت الى العربيه من اي لغه، مش بس الجريجي، لا انا عايز من السنسكريت من باكستان من اي حته، ايراني فارسي اللي ترجم، وبعدين يروح يعلن ان احنا اي كتاب هيترجم جديد ما كانش عندنا ترجمه له هندي للمترجم وزن الكتاب بتاعه ده المانوسكريبت ذهب. ده هو رئيس دوله. رئيس دوله بيعمل ايه؟ بيصرف فلوس وبيعدل على الناس، تعالوا ترجموا لنا العلم والمعرفه عشان الناس تستفيد، ويحطها في بيت الحكم. جاء واحد من زبائنه اللي هو بيشتغل عنده قال له يا سمو الامير الناس ابتدت تكتب الترجمه بتاعتها على ورق تخين تقيل عايزني بتاع. قال له ولا يهمك، اللي بيديهولنا اكثر من اللي بنديهولهم. لما هو يقول كده معناه انه عارف ان ده هيفيد هو هينفعه هو، عارف قيمته، بعرف قيمته. فلا بد ان عشان ما ننتظرش ان العالم العربي يعمل مراكز بحثيه حقيقيه ويبقى كذا، ورئيس الدوله يروح ويبص عليهم يعمل كذا زي رئيس الدوله الهند ولا باكستان ولا ماليزيا ولا كوريا الجنوبيه، بيروح يقعد معاهم ويقعد مع الباحثين يتفرج عليهم بتعملوا ايه، ده يا خبر بتأدي بتعمل كذا، ويروح يتفرج عليهم ويروح يسلم على العاملين في البتاع ويقعد معاهم باليوم ولا بيومين. ليه؟ لانه عارف قيمتها، عارف ايه الناتج بتاعها يبقى ايه. ما دامت الناس اللي هي ماسكه الدول العربيه مش عارفه قيمه العلم، مش عارفه قيمه البحث، مش عارفه ايه النتيجه بتاعته، مش عارفه انه في فايده لهم هم ولشعبهم، مش عارف. اتمنى ان انا اقدر اجي عشان اشارككم فيه. وللأسف الشديد كانت رحلة إلى مصر كانت مترتبة وما أقدرش أغيرها، ما عرفتش أجيلكم، ولكن أحب أحييكم وأدعم عملكم ده، لأن دي في نظري هي دي الحاجة اللي إحنا عايزين من الشباب، أنكم تجتمعوا مع بعض، تفكروا مع بعض، تشوفوا هتصلحوا العالم العربي إزاي، وبنأمل أن أنتم الشباب بتاع اليوم وفي اجتماعات مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات اللي هي المؤتمرات تطلعوا بحاجة قيمة اللي هي منها ننفع العالم العربي.